هشغل السيارة الآن. بعدين نزل الحمد لله عمي وبين السوق. السلام عليكم. الماتور فيه رجة خفيفة، فتكولي الثروتل ونظفوه، ومن ساعتها مش مظبوط الوضع. السيارة لما الواحد بيدعس عليها بنزين شوية صغيرة بصير يطلع المؤشر وينزل من غير ما تتحرك الرجل. يعني أنا طلعنا على واحد أو على واحد، هنقول هلا بصير يطلع وينزل لوحده، رجلي ثابتة أنا ما بتتحرك، هو بقعد يتحرك كده يطلع وينزل. غيرت البوبينة، غيرت البوجيز، غيرت الدواسة، غيرت كل شيء، وعملنا صيانة لكل شيء بس بتضل نفس المشاكل. غيرنا البولي، غيرنا الدينامو بيلت، وهي لسه بترج رجة خفيفة. الشيء الوحيد اللي قالوا لي ممكن تعمله تنظيف البخاخات الانجكترز، ولسه ما عملناهم. فبتمنى انك تقول لي شو الحل برأيك. اعطاني كود B170، بعدين عملوا له ريست وما رجعش لهلا، ممكن يرجع ما بعرف. B170 بيتر 170. اذا بتحب ابعت فيديو تاني من اي شيء تاني يعني ممكن، مش مشكلة. اللي بدقق في شو اسمه في البنزين بيشوفوا انه بيطلع وبنزل شوية صغيرة، بس متى ببين اكتر؟ لما الواحد بدعس شوية بنزين بيرفعه لحد واحد او اثنين وبحاول يخليه يعني متماسك، ولا انه بصير يطلع وينزل لوحده. بنزين بمب غيرنا، دواسة غيرنا، بوجيز غيرنا، بوبينة غيرنا، اير سنسور غيرنا. الاشي الوحيد اللي ما عملناه الخاص كليب هايس اللي هو الثروتل نظفناه ورجعناه، بس قالوا اذا انفك الثروتل والبطارية موجودة لازم نعمل له اعادة برمجة. في واحد قال لي ما بعرف. ميزان الحرارة دايما بطلع شوية صغيرة فوق، يعني ما بعرف اذا هذا له علاقة ولا لا. غيرنا كل شيء ولسه المشكلة موجودة. بتقطع، بتفتف السيارة، يعني بتقطع. واعتقد انه هذا الاشي من هذا اللي بيطلع وبينزل. الكود 170 قالوا بتاخد بنزين اكتر من الهواء، او هواء اكتر من بنزين، ما فهمتش. هذه السيارة وهذه مشكلتها وما فيها حيل، الحيل السيارة راح. هي فيها 125 حصان، مش شايف منهم يمكن 40 حصان. شكرا وبستنى الرد. السلام عليكم.